الكشك طوله متر ونص، ده نمره واحد. اتنين، الكشك في نادي الصيد اللي هو محافظه الجيزه، الطيران في القاهره، اي كلام، بس هو مديله سلطه ده بجد، او المصحف الشريف، او الله العظيم. فهو ده، هو ده الفساد. المهم قعدوا خلال سنتين على ما اكلمه يقول له خطط. يعني انا هو الراجل اللي بيعمل شاي ده الطول بتاعه، هنقول في طولي، والكشك يعلى 2 متر، في طيران بيمشي على 2 متر فوق الارض، يا كافر يا عدو الدين، في كده؟ مفيش. هو ده الكلام، انما في فساد موجود. ووقف الراجل، عطل النادي كله خلال مثلا قعدوا سنه ونص سنتين، الكشك ده مش مبني والناس مش مستغله الجنيه. انا بديك بس مثلا لحاجه تعبانه، بس هو ده اللي موجود. الارض مضالي عليها وزير، رئيس وزارة، رئيس هيئه، رئيس دوله، طلعوا دولت ناس فاسده ودخلوا السجن. انا مالي، انا مالي. ايوه بس لا، بالنسبه للنقطه دي على وجه التحديد، ده دوليا ان في بعض العقود، وحتى ما بيحصل في المطالبات بتكون كده، ان بعض العقود لما بيبقى في شك في ان دي بيشوبها فساد، لما يكون ايه بقى؟ شك ان فيها فساد. لا مش شك، يقين ان يقين في فساد. يقين. بالظبط، واليقين موجود. طيب انت سيادتك طلعتي فساد بين الاثنين، انت قلت ان الراجل ده في بعض العقود كان بيبقى فيها كده فساد. هي طبعا ريحتها فاسده من غير ما تقولي، بس السؤال هنا، انا مسكت الراجل ده وهو بيسرق، مسكت وهو بيدي رشوه، الحكومه نزلت اعلان فاسد، لان اللي نزله راجل فاسد مش كده، وانا استفدت من هذا الفساد. شكرين، احبس بقى اللي نزل ده يا بابا، انا مال، انا احبس واحد. هدي لحضرتك مثل بسيط جدا، كان عندنا مصنع هنا اتعمل سنه 97 21/5/97، طلع رئيس الدولة حسني مبارك 21/5/99، هو اتفتح 77، اسمه حديد أسوان، أيام حكومة الجنزير، وطلع الراجل فتحه وكذا. الحكومة أعلنت عن مناقصة، قالت في حديد في وادي العلاقي في أسوان الذي تبعد 75 كيلو غرب أسوان. جم ناس من بره وناس ألمان عملوا شركة وقالوا نروح نستثمر. مش كده؟ الحكومة أعلنت اللي يجي يستثمر هنا يدفع لي 5 مليون جنيه. الراجل طلع من جيبه 5 مليون والدولة. كانت الحكومه بعد كده مشيت، الجنزور قال لك لا ده كان المفروض يدفع 15. الراجل قال لهم باشا سيادتك في الاعلان كاتبه الدولي ده، التندر اللي انت عامله ده كاتب 5 مليون. قال له لا، ما هو الراجل كان مفروض، ولما الارض حواديت دخلوا الراجل السجن والالمان وبتاع، هل تعتقد يجي لك واحد تاني في المنطقه دي؟ هو السؤال. الراجل بقى غلط من عند حضرتك بقصد، بدون قصد، بانه فاسد، لانه عبيط، لانه اهبل، لانه حرامي، انا مالي، حسب الراجل بتاعه. انما انا خد لي دي. هو ده المستثمر اللي بره مش جاي يحكي حواديت، هو مش فاضي. الحاجه الثانيه، مش احنا العروسه الوحيده الجميله في المنطقه، ما هو في عرايس جنبيه تاني موجوده، مش كده؟ في الاردن يقدر يعمل فيها ده، في دبي يقدر يعمل فيها ده، في قبرص يقدر يعمل فيها ده، في تركيا يقدر يعمل فيها ده، في المغرب يقدر يعمل فيها ده، مش كده؟ انا مش العروسه الوحيده اللي موجوده، لازم اعمل عناصر جذب. طبعا ابقى عامل دي. الحاجه الخامسه بقى اللي عاوزها المستثمر ايه؟ هو خفض الفساد اللي موجود، لان تكلفه الفساد اللي موجوده تكلف المستثمر من 35% ل 40% من تكلفه المشروع. الفساد اللي هو متمثل في الرشاوه وما الى ذلك اللي حصل على التصاريح؟ طبعا الرشاوه والوقت، ما هو الراجل بيديك هناك يقوم طالب لك طلبات. وهدي لحضرتك مثل واحد، نادي الصيد كانوا بيبنوا فيه كشك خشب، قالوا بدل الناس قاعدين في الجنينه نعمل لهم كشك كده يقف الراجل فيه يعمل شاي وقهوه، يقوم الاستاذه قاعده في النادي قالوا يقلب لها يديها واحد شاي. فرئيس النادي راجل محترم حب ياخد تصريح من الكشك من الحكومة، فهناك الراجل طبعا ما توافقوش سوا، الراجل عاوز حاجة من تحت السلم، من حلاوة، شاي، اي كلام من الكلام الفارغ ده. النادي قال له احنا يعني حكومة وما نقدرش نطلع، هنتحبس، فما فيش. فالراجل قام طالب منهم طلبات، 20 طلب، من ضمن الطلبات ايه؟ ايه بقى؟ تصريح ان انت مش في المجال الجوي عشان تخط الطيران. ان انت ايه؟ مش في المجال الجوي عشان خط الطيران. اولا الكشك طوله متر ونص، ده نمره واحد. اتنين، الكشك في نادي الصيد اللي هو محافظه الجيزه، الطيران في القاهره، اي كلام، بس هو مديله سلطه ده بجد، او المصحف الشريف، او الله العظيم. فهو ده، هو ده الفساد. المهم قعدوا خلال سنتين على ما اكلمه يقول له خطط. يعني انا هو الراجل اللي بيعمل شاي ده الطول بتاعه، هنقول في طولي، والكشك يعلى 2 متر،
في طيران بيمشي على 2 متر فوق الارض يا كافر يا عدو الدين في كده مفيش. هو ده الكلام. انما في فساد موجود ووقف الراجل عطل النادي كله خلال مثلا قعدوا سنه ونص سنتين الكشك ده مش مبني والناس مش مستغله الجنيه. انا بديك بس مثلا لحاجه تعبانه بس هو ده اللي موجود. فالراجل الموظف معاه قرارات بس ده مش مثلا هذا ده بجد يعني انا بس ده اللي يهمني. اسال المهندس انا هقول لحضرتك اسال المهندس حسين صبور رئيس مجلس اداره النادي في ذلك الوقت. انا بقول لك كلام معلومه انا بقول لك قال له كشك هات لي يعني الطيران في طيران بيعدي على 2 متر. طب يا ضلال انت في طيران بيعدي في الجيزه اساسا مش طيران ده في القاهره يطلع المطار من القاهره ويطلع من بره بره يعني انا عمري في شفت طيران في شارع نادي الصد في طياره بتمشي فيه ازاي يعني اي كلام. انما المهم بقول يقل الفساد. هدي لحضرتك حاجه تاني من حوالي ثلاثة أسابيع قرب شهر. بس المثال الأخير منبه يا دكتور علشان وقتنا وهنكمل إن شاء الله طبعا. من ثلاث أسابيع أو شهر اتعمل مؤتمر للكوريين جايين هنا مصر بالمناسبة. الكوريين جايين رجال أعمال عشان وزير الاستثمار يبقى موجود ما كانش موجود. وزيرة التعاون الدولي ما كانتش موجودة. وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة جه ربع ساعة ما اتكلمش في إيه هو الناس الكوريين عاوزينه وكذا. الكوريين أنا قعدت معاهم. من ضمن الحاجة التكاليف اللي هم كاتبينها كاتب والله في مصر هنا الاستثمار كويس العائد كذا الكوربشن حاطين له 26% الفساد يعني هو عامل ده من ضمن التكاليف. تخيلي بقى لما تقولوا له والله احنا عملنا حاجات كويسة زيك مفيش شلنا 26% مش انت تبقي جاذبة للاستثمار طبعا مش كده برضه. يبقى نرجع تاني بقى باختصار شديد يبقى احنا عاوزين المؤتمر اللي نعمله اللي الحكومة طلعت قالي انا طلعت قلت اتحدى الدولة لو حددت معاك قالوا لا ما فيش واخر السنه وبعد شهر الوقت بقول لك في فبراير. قبل ما نقول فبراير بقى احنا عاوزين نعمل ايه برنامج اقتصادي للدوله بالطريقه اللي قلت لحضرتك عليها نقدمه للست مؤسسات يقوموا يعلموا هناك يقولوا لا ده انتوا لو عملتوا دي تبقى احسن نجي لكم مش كده وهكذا. ده اللي يتعرض في المؤتمر. انا عارف انا صلاح جود عارف ان الدوله لحد فبراير مش هتعمل حاجه لحد يوم 29 يناير بالليل مفيش حاجة والناس زي الفل. سيبك من اي حديثة تطلع. انا تكلفت انا ومجموعة ناس افاضل علماء خبراء مصريين وعرب واجانب ومن صندوق النقد الدولي بنعقف على برنامج. هو ده بقى المفاجأة اللي جاول لحضرتك على برنامج قبل نص نوفمبر هيكون طلع فيه البيانات الحقيقية عن الدولة في اهم الحاجات الاستثمارات تكون ازاي اهم وهنقدمه للرئيس السيسي ويا عم اتعبنا احنا دي الصندوق تحيا مصر مجانا. الحقيقه جزيل الشكر دكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي. الحقيقه يعني يا ريت ما انا بقول لحضرتك احنا شغالين يعني ليل ونهار بالفعل طبعا حادث. طبعا خلاص ويا ريت اي ولو عاوزه الاسبوع الجاي اجيب لك شويه حاجات تتعرض عندك يا ريت مبدئيا كده انا بعرف ياريت كده يبقى الاسبوع الجاي يبقى معانا يعني بعض النقاط من هذا البرنامج. ويا ريت اي حد بيسمعنا يا جماعه ده طبعا ده جهد مشكور لحضرتك ولكل المعاونين طبعا وفريق على اعلى مستوى والناس طبعا هتعرف اسامي اكيد اكيد ان شاء الله وبالتوفيق وان شاء الله الاسبوع اللي جاي على لقاء وبعد بقى النقاط من البرنامج حضرتك تخصنا بيها علشان نعرضها.